السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المرأة في مشارق الأرض ومغاربها، إن شاء الله أحوالكم بخير وعلى خير يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يتقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين، ورفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء بفضل دعواتك ودعوات وليداتك معاك وصلاتك وصيامك. راه الله سبحانه وتعالى راه غادي يرفع لينا هذا البلاء وهذا الوباء ويرجعوا لحالتنا الطبيعية. ما نطولش عليك أختي، اليوم بغيت نخدم معاك لازانيا او باستا فورنو. انا هنا سبق لي درت شويه القرعه شحرتها ودرت شويه خيزوته وشحرته، غنديرها بالخضر. نقول لكم علاش، انا مولفه دائما عطيت العام كنحاول ندير لازانيا الراغو، يعني عب بصوص طوماطو ولا البيشاميل والكفته. بالنسبه للحوم، قد ما نحاولوا نبعدوا منهم اللحوم لا الحمراء ولا البيضاء، نحاولوا الله يجزيكم بخير نبعدوا منها في رمضان، نبعدوا منها، نحاولوا نقلوا منها. الا ما بعدناش منها، على الاقل نقلوا منها، النسبه تكون قليله. الله يجزيكم بخير، حاولوا تاكلوا الناس اللي قريب اللي حداهم الحوت، المدن الساحليه وكل شيء، حاولوا يستهلكوا الحوت كثر كثير. حنا هذا العام الاسواق مسدوده، يعني الحوت عندنا قليل، كناخذوا على الكونجلي. لذلك مع كاين دابا رمضان غنحاول ندير لازانيا بشكل اخر، ماشي هي اللي متعوده عليها. انا متعوده كندير دي راغو، هي اللي كيتعجب الزوج وكيبغيها دائما. انا درت هذه بالخضر بحكم ان الخضر والفواكه راه صحيه في رمضان ومفيده اكثر من اللحوم. ملي كنهضر على اللحوم راه كنهضر على اللحوم الحمراء والبيضاء، اما 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 الحوت ما شاء الله، هذاك راه مذكور في القران، راه معروف بانه مفيد وصحي وجد فعال. ما نطولش عليكم، خديت البصله ديالي هنا شحرتها، ها هي البصله ديالي هنا شحرتها، نشعل عليها الفورنو. البصله ديالي شحرتها، غنزيدها المركز الطماطم هذا اللي مصوبه في الدار، ها هو كذلك هذا المركز الطماطم مصوبه بازيليكو، مصوبه بالحبق، يعني غتكون النكهه ديالو رائعه. نحاول نزيد شويه، الراجل عندي كيبغي بومودورو، انا شويه ما كنحاولش. الحموضه، صحاب الحموضه ديال اللي عندي يحاول ينقصوا منها. غنحاول ندير المعدنوس، الربيع والمعدنوس ديجا مقطعاه، اختي ما تنسيش ذكر الله سبحانه وتعالى، بسم الله في اوله واخره، نحاولوا اننا نذكروا سيد ربي دائما وابدا. غنحاول ندير التوابل ديالي، نسيت خاصني ندير شويه ديال، غندير شويه ديال الثوم، راه كاين الحجر الصحي دابا ما كاين لا مساجد لا والو، يعني ماشي هي لك الانسان اللي كيمشي للمسجد اللي خصو ما ياكلهاش. ثوم معروف بانه صحي، راه سبقنا تكلمنا عليه، لا داعي للتكرار. وغنحاول ندير التوابل ديالي كامله، غنبدا بالبزار، بسم الله على بركه الله، اللهم البركه فيك. تحميره، كبير، غندير كذلك الخرقوم عرق، غندير الملح لان الخضره كلها ما درتش فيها الملح. غندير كذلك شويه ديال الزيت النباتي ديال الذره، غنحرك هاد العناصر. ان شاء الله هاد باستا فورنو غنديرها ب بسميتها بالعجين فريسكو، باستا فريسكا اللي مصوباها في الدار، اللي سبق لي شاركتها معكم في الفيديو. غناخد الكفته ديالي، غنكتفي بهذا القدر القليل،
قلت لكم رمضان ما كنديش، اما ملي كتكون الاخرى لازانيا البولينيزي كدار بالكفته كثيره وبالبصله ومطيشه. انا غنحاول نقلل الكفته، ماشي حيت ما كايناش، ها هي مازال باقا كنت غنزيدها، ولكن لا في رمضان راه اللحوم راها نعاود نكررها راها مضره، لحوم لا البيضاء ولا الحمراء راها مضره، راها كدرنا اكثر ما كتنفعنا خاصه في رمضان. لذلك انا درت كميه قليله وغنحاول نعوضها بالخضر. ونخليكم ان شاء الله الصوص ديالنا طاب على بركه الله، غناخذ منه شويه نديرو في القالب. عندي قالب كبير هو اللي كندير به ديال السيراميك، انا كنت غندير هذا واحد صغير لان رمضان هذا لازم كتكون بزاف الاطباق موجوده، بزاف الاطباق اللي كياكلها. ها هي كناخذ نعمر به نفزق به شويه هنا لتحت حساب الباستا. الباستا ديجا عندي طريه، عندي فريسكا يعني ماشي قاصحه. عاد غنخوي الخضر ديالي هنا على بركة الله، غنخوي سميتو البانة ديال كوتشينا. انا ما كنديرش بزاف لا بيشاميل لانها مصوبه بالزبده ومشكل ديال الكوليسترول ديال الزوج شويه، ما كنديرش ديال الزبده بزاف، وكذلك الزبده شويه كضر حتى في الكبده، راني كنحاول انني نتجنبها. غنحاول ندير الباستا ديالي اللي كنت صوبت باستا فريسكا اللي سبق لي صوبتها معاكم، ها هي ان شاء الله تعالى. ها هي غناخد الخليط ديالي ندير شويه بارميجان عشويه، ما كنكثرش مشكل ديال الكوليسترول ما كنكثرش. درت الطبقه الثانيه من بعد ما صوبت الطبقات ديالي كاملين، غنحاول في بلاصه لا بيشاميل ندير شويه ديال البانة. غنزيد شويه الفرماج بارميجانو محكوك وغندخلها للفران على 180 درجه مده 25 دقيقه 30 دقيقه، لان الباستا عندي فريسكا وشي لاخر كلشي ديجا طايب، يعني ماش ديال الوقت بزاف ان شاء الله تعالى. ان شاء الله نتلاقاو مع الطبق النهائي. عندنا من جديد ها هي وجدات بالصحه والراحه، لازانيا على باستا فريسكا، ها هي جربوها بهذه الطريقه بالعجينه الطريه وكذلك بسميتو بالكريمه ديال الطبخ. هذه راه كريمه لايت يعني شويه مدايره شويه ناقص منها الدهنيات بزاف. لا بيشاميل مولفه كنديرها دائما ملي كيكون ما كيكون الصيام كيكون الفطور، كت تحاول دير هذيك الساعه
وما كتاكلهاش كاملة، كيكون عندك الوقت طويل انك تاكلها، ماشي بحال دابا الصيام كاين عا وقت واحد اللي كتاكل فيه وقت الفطور. صافي، ها هي باذن الله، نتمنى من الله انها تعجبكم ونجربوها، وتقبل الله منكم الافطار. الصيام ان شاء الله والقيام الله يعمر ربي يتقبله منكم. وما تنسوش للصائم دعوتان، وما تنسوش الاستغفار، ما تنسوش ان ربي يرفع لنا هاد الغمه وهاد الكرب اللي حنا فيه يا رب العالمين. معكم زموري روكا ديطالي، سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.